بعد أسبوعين من تدمير مستشفى أطباء بلا حدود جراء هجوم صاروخي لميليشيا الحوثية على المدينة، أعادت المنظمة جهودها الإغاثية بتشغيل مستشفاها في مدينة المخاب الساحل الغربي. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها تعيد اليوم افتتاح مستشفاها الذي كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعرضه لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي على المستشفى والمباني المجاورة. في مستشفى أطباء بلا حدود، هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات الكثيرة لأبناء المخاوي والساحل الغربي بشكل عام، إلا أنه تعرض في يوم المساء الأربعاء 6/11 إلى اعتداء من الميليشيات الحوثية أدى إلى خروج المستشفى عن العمل والجاهزية، تم إحراق الصيدلية تقريبا بعشرات الملايين من ريالات الأدوية الموجودة فيها. وحدة الأشغال العامة والعمليات الإنسانية التابعتين للمقاومة الوطنية قامت بترميم وإعادة تأهيل مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا عقب زيارة العميد صادق دويد عضو القيادة المشتركة بجبهة الساحل الغربي للمستشفى بعد تعرضه للقصف الإرهابي من قبل الميليشيات الحوثية. اليوم نحن في زيارة إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا الذي تعرض لهجوم عدواني غاشم من قبل الميليشيات الحوثية الكهنوتية طيران مسير التي في هجوم هذا لم تفرق بين مستشفى أو بين مساكن مواطني. المستشفى تعرض لأضرار كثيرة، لكن بإذن الله العميد طارق والتحالف العربي قدموا الدعم الكثير للمستشفى أطباء بلا حدود من أجل إعادة تشغيله خلال أيام بإذن الله. وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت مدينة المخا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تمكنت دفاعات القوات المشتركة من الاعتراض وإسقاط معظمها، فيما طالت البقية أحياء سكنية ومستشفى أطباء بلا حدود.